في التقرير الخاص، أي مصير لمطالب السائقين العموميين بعد استقالة الحكومة التي وعدتهم بحلها؟ هنادي رحمي والتفاصيل. من منا لم يسمع عن خطة نقل حديثة ستعوض على لبنان ما خسره جراء الحروب التي نشبت على أرضه؟ لا الخطة وضعت ولا تعويض الخسائر تحقق، فظل قطاع النقل العام من أكثر القطاعات سوءا في لبنان، وذلك بشهادة أهل القطاع أنفسهم، إذ أن نزهة واحدة مع أحدهم تضعك أمام لائحة طويلة من المطالب الجديدة القديمة التي لم تجد الحل لها بعد منذ سنوات. عام 2006 كانت التانك ب 24,000، الركب الدائب 2000 ليرة. عام 2013 الركب هلا بعده ب 2000 ليره والتانكي ب 38,000. كل واحد معه سياره عم بيشتغل، بحط لوحه وبيمشي، ما حدا بيقول له وينك. في المواقف المخصصه لهم تراهم جالسين ينتظرون الفرج. شغل احلى منه ما في، الحمد لله. لك كيف قاعدين؟ الله يطولنا بعمرهم. ان شاء الله بتضل الدوله بدون حكومه. ان شاء الله يا رب. 28 من شباط الماضي كان مخصصا لتنفيذ إضراب في القطاع، وذلك لتحقيق سلسلة مطالب أبرزها وضع سقف لأسعار الوقود للسائقين العموميين، الإعفاء الجمركي للسيارات العمومية، مكافحة عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزورة، منع السائقين غير اللبنانيين من مزاولة المهنة في لبنان، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون السير الجديد. ولكن رغم كل هذه المطالب فالإضراب لم يحصل، وذلك نتيجة اجتماعين عقدهما رئيس الحكومة قبل الاستقالة مع النقابات المعنية، استتبعا بقرارين صادرين عن مجلس الوزراء، ينص الأول على استمرار العمل بأحكام القانون القديم إلى حين الانتهاء من إقرار التعديلات على القانون الجديد، أما الثاني فينص على تكليف وزير المالية الاجتماع إلى ممثلي قطاع النقل العام للبحث فيما يطرحونه. ووزير المالية عمل مشروع عرض علينا، طلبنا الاستمهال من أجل أن نناقش هذا الموضوع مع بعضنا كقطاع نقل ونعود للاجتماع بوزير المالية. الحكومة استقالت فبات انتظار الآتي سيد الموقف. إذا بقيت هذه الحكومة وبقيت تصريف الأعمال بدنا نطلبها بتحقيق هذا المطالب، أما إذا إجا رئيس حكومة جديد وبدنا نستنصر الحكومة الجديدة اللي بدها تجي حتى لنناقشها بهذا المواضيع. السائقون العموميون يترقبون كغيرهم ما ستؤول إليه شؤون الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه، فهل تطول حال الترقب لتدخلهم في جمود ينسف الوعود الرسمية التي تلقوها؟ بس المشكلة الأكبر، هل بيبقى في بلد ولا لا؟